اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي راح تشوفوها اسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بينا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من ذني الارقام الاربعه اللي تشوفوها بالاسفل. في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب إن كان، تقدرون تتابعونا وتتواصلون ويانا ايضا برسائلكم عبر برنامج الواتساب على رقم الواتساب الاخير اللي بصف الاشاره مال البرنامج. تقدرون تزول رساله، اتمنى تكون الرساله مكتوبه متبوعه بالاسم والمكان حتى اقدر اقراها بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدا حلقه اليوم، واول ملف ويانا بحلقه هذا اليوم هو ملف الجيش العراقي والاضمحلال اللي وصلت اليه هاي المؤسسه اللي تحاول الميليشيات الولائية على مدى عقدين من الزمن أن تهدم هوية الجيش، على الرغم أنه بالوقت الحالي منبثق من نظام المحاصصة الطائفية. بمطلع الشهر الأول من عام 2024 سخر آمر اللواء الثالث بميليشيا الحشد شاكر التميمي من الجيش، ووصفه بأنه ما يجيد غير أنه بس أنه يستعرض وما يعرف شيء ثاني، ونشرت منصات تابعة إلى ميليشيات ولائية مقطع مصور الضابط برتبة مقدم يضرب ضابط برتبة عقيد، وراها العقيد طلع هو يبكي ويتوسل ويقول لهم أو يطلب من عندهم أن يكفون عن الإهانة هاي. المقطع المصور هذا أثار حالة غضب واستهجان شعبي واسعة للي وصلت إلى المؤسسة العسكرية، واتهموا مراقبين الميليشيات أنه هي متعمدة بنشر هذا المقطع المصور حتى تسخر من قوات الجيش، عقب إعلان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بملاحقة مطلقي الصواريخ على قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، واللي أسفرت عن إصابة عدد من الجنود العراقيين بجروح خطرة وفقا لوكالة رويترز الإخبارية. وزارة الدفاع ورا ما انتشر هذا المقطع المصور قالت البيان انه بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لاثنين من الضباط تصرفوا بخلال هذا الفيديو بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية، وبناء على هاي التصرفات تم ايداع الضابطين اللي ظهروا بمقطع الفيديو للتوقيف، وشكلوا مجلس تحقيق بحقهم حتى يوقفون على حقيقة ما تداولوه ومحاسبتهم وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري. الفيديو اللي بدنا نحكي عليه اللي مقدم يهين عقيد هو هذا. ايش في يا اخي؟ يا اخي ايش في وضعك؟ يا اخي ايش في وضعك؟ يا اخي ايش في وضعك؟ بس حركي ما كتب الوضع، بس حركي ما كتب الوضع، بس شوي اقعد. ما تستهبل انت، شو اقول لك ايش قال انت؟ ما يصير انت جيت على حكيك، ليش تضربون؟ لا طيب حظك ان شاء الله كي والله هسه راح يشتكي. هل راح يشتكي؟ ما تبغى كلام مو على زوي زوت ليش بتعتل علي؟ وين تشتكي؟ والله التقى عليكم. وين تشتكي؟ روح يا عمي. يا بس هسه انا وياك هسه انا وياك نحكي لو لا؟ تعرفون هنا كم اشكاليه اكو؟ واحد، المقدم الفايت واللي نافش ريشه حبيبي انت طاب المكتب رتبته عقيد اعلى منك، لازم تطب بكامل قيافتك العسكريه من ضمنها البيريه مع اداء التحيه العسكريه احتراما للرتبه اللي شايلها العقيد، هاي رقم واحد. رقم اثنين، التجاوز اللفظي من المقدم على العقيد وهو اعلى منه رتبه. رقم ثلاثه، شنو هالخنوع اللي دنشوفه من العقيد؟ شنو اللي صاير؟ انت عقيد، انت رتبتك اعلى من رتبته، ما تقدر توقفه عند حده، ما تقدر تحيله للتحقيق، ما تقدر تحبسه بالمعسكر اللي انت بيه، ما تقدر تتخذ حقه اي اجراء كونه تجاوز حدود كلها، كل القوانين العسكريه هو تجاوزها. ثانيا، اكو فيديوهات تقول انه المقدم ضابط دمج والعقيد ضابط بالجيش العراقي، يعني هذا ضابط وصولي وذاك دمج. الدمج يعني يتبع ميليشيا، يتبع حزب، يتبع مؤسسة ما عنده ظهر، فالهالسبب الدمج حتى لو كانت رتبته أقل ما أخذ راحته،
بحيث لا محترم عقيد ولا محترم جيش ولا محترم مؤسسة ولا محترم شيء ولا محترم مؤسسة عمرها 103 سنوات. أرد أسأل سؤال، اللي صور الفيديو وطلعه واللي نشره واللي ساهم أن ينتشر هذا الفيديو كالنار في الهشيم، شنو الغاية؟ الاستهانة من الجيش العراقي؟ الاستهانة من المؤسسة العراقية اللي كانت لها صولات وجولات في الوطن وخارج الوطن؟ في الوطن أكو حروب ومن ضمنها أطول حرب تقليدية بالقرن العشرين، الحرب العراقية الإيرانية. خارج الوطن شارك في فلسطين وشارك في اليمن وشارك في مصر وشارك في الأردن وشارك في سوريا وعنده مشاركات كثيرة. وحتى الحرب العراقية الإيرانية كانت من أسبابها للدفاع عن جزر الإمارات الثلاثة اللي احتلتها إيران، طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى. فالسؤال اللي ينطرح هنا هذا مقبول؟ وعيني أنت وزير الدفاع تشكل لجنة تحقيق، تحقيق على شنو؟ على مقدم تجاوز على عقيد؟ تحقيق على شنو؟ على مقدم دخل مكتب عقيد بدون احترام؟ تحقيق على شنو؟ على مقدم تجاوز لفظيا وضرب باليد على عقيد أعلى منه رتبة؟ تسوي تحقيق على شنو؟ على عقيد بالجيش ما عنده شخصية؟ تسوي تحقيق على شنو؟ على عقيد بالجيش ما يعرف شنو صلاحيات الرتبة اللي هو شايلها؟ تسوي تحقيق على عقيد ما يقدر يتصرف بالمعسكر اللي هو بيه واللي أقل من عنده رتبة يتجاوزون بهاي الصورة؟ والعملية كلها على كتاب مشتغلة غلط؟ ما أريد أحكي بعد لأن الحكي بهواية، هذا الفيديو بعده أخلص به 10 حلقات إذا أريد نطلع البروتوكولات العسكرية والقوانين العسكرية والضوابط العسكرية، وإذا أريد أحكي على الرتب. إضافة إلى أنه هو مقدم والثاني عقيد، فيعرف كلش زين أنه كل نجمة محطوطة على كتفه من كان ملازم ثاني إلى أن صار مقدم ذني مراسيم جمهورية، واللي ضربه إلى أن صار عقيد ذني مراسيم جمهورية، فهو يمتلك مرسوم جمهوري أعلى من عندك بواحد، ذني كلهم ضربهن بعرض الحائط. ناس لما شافت الفيديو علقت على أذياب شمران الشريفات يقول: عندما تكون الرتب على أكتاف من لا يستحقها هكذا تكون النتيجة. رسول عامري يقول: هذا كله بسبب الأحزاب الفاسدة اللي تقود البلد، مقصودة إهانة الرتبة بهذه الطريقة. أبو هدير السعيدي: والله كنت ضابط احتياط من سنة 85 إلى سنة 93، ما شفت ولا سمعت ولا صار قدامي هيك موقف، كنا نهتم بقيافتنا وشخصيتنا وثقافتنا وانضباطنا. وحجي أبو عمر يقول: صدق كذب، ما معقول هذا الموقف يصير في حياة أي جيش بالعالم، والله يستحقون الطرد وإعادة فرمتة الجيش من جديد للوقوف على هذه التصرفات. السبب الفساد والرشاوة هي طريق ضياع الأخلاق العسكرية. المشكلة لما نتعامل بهذا الموضوع، لما نحكي عن 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 مؤسسة عريقة مثل الجيش العراقي يطلع لها فيديو بإهانة إلى رتبة عسكرية من المراتب العليا، إيش باقي له يعني هو العقيد؟ عميد لواء فريق أول، 4 رتب وقتله، 4 رتب يصير أعلى رتبة بالدولة أو من أعلى المراتب بالدولة، والمقدم إيش باقي له؟ يعني المفروض اثنيناتهم يعرفون الضوابط العسكرية. لكن المشكلة هسه لما يطلع لك واحد ويقول لك تلقي هذا الضابط المقدم معزز مكرم لأنه دافع مع إيران ضد الجيش العراقي إبان الحرب العراقية الإيرانية وعنده صولات وجولات، فتلقاه هو البطل في جيش اسمه الجيش العراقي ولابس ملابس الجيش العراقي وحامل رتبة الجيش العراقي. هذا الوقت اللي احنا وصلنا به أنه الصغير بالرتبة لا يحترم الكبير بالرتبة. وإذا تقولوا لي شلون قيسوها، يابا نرجع بالزمن اللي وراء، ما طلعوا عناصر بالحشد اللي يعتبرون نفسهم تابعين إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة، هانوا القائد العام للقوات المسلحة وقالوا لنا نقصدنك ونجردنك، وشمروا صوره بالقاع وداسوهن بالبساطيل وضربوا بيته بصواريخ. مصطفى الكاظمي صارت لو ما صارت هو القائد العام للقوات المسلحة،
حيدر العبادي لما من يدخل الى جرف الصخر هو القائد العام للقوات المسلحه، وهسه يطلع لنا فيديو مقدم يضرب عقيد. ابو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا هاي سابقه خطيره ما شايف بحياتي مثلها. نعم. يعني انا خدمت بعد الكليه، خدمت بالجيش 8 سنوات. نعم. يعني فنك تباوع بعينك للضابط. نعم. احتراما له، مثل ما يقول يحمل مرسوم جمهوري. اقسم بذات الله هذا لو مو كان مقدم ويضرب عقيد، لو كان فيلد مارشال ماكو مهيب افصل 100 وصله وانا على ابو لابو من ما يطلع، بس هو هذا العقيد جبان وفوقه يقول له سيدي مو ابو زينب. ابو زينب اكو ناس ايش قالت باو، اكو ناس ايش قالت على هذا الموضوع، قالت هذا المقدم هو ضابط دمج تمام، و والله ما ادري بس دا اقول لك اللي قالوا الناس، فخاف هذا العقيد انه هذا الضابط الدمج اللي يدز له فصيل يفجر بيت الضابط وراها يتهمه بانه هو اما بعثي او ارهابي او داعشي او صهيوني او عنده ارتباط مع سفارات خارجيه او انه هو ضد ولايه الفقيه وشارك بامور اخرى ويجعله يوقع على امور هو بعيد عنها وتالي هو يلقى بالسجن والمعتدي ظل معزز مكرم. هذا السبب اللي خلاه ما يرد، هاي واحدة من التحاليل اللي نشرت. لا 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 مبين واضح من هذا، هو هذا العقيد هو جبان وقام يبكي والمصيبة يقول له سيدي مو هذا يشق قلبك، ولو لا. كل ما قلته كان صحيح كرامة لنفسه المفروض هذا أنه يحين نفسه للتقاعد. هذا لا. العقيد بس هو غبي ما بيحظ، ومثل ما قلت القائد العام قوات مسلحة واحد يعني حيوان ما أدري شو يسميه، من حيوان أحسن من عبده وشكرا. نعم 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 شكرا شكرا لك أبو زينب، لكن أنا أريد أسأل وأريد أقول كلمة شكرا للي دا يصور لأنه يبدو أنه متفق ويا المقدم، أي رقم واحد شكرا للي سويته لأنه فعلا الرسالة اللي أنت تريد تقدمها وصلت، هي انه ضباط الجيش العراقي احذروا مصيركم هذا ويا حكومه الاطار والاحزاب والميليشيات. شكرا لاهانه مؤسسه عمرها 103 سنه. شكرا لانه لما توصلون ضباط الجيش الى هاي المواصيل بعد ما تفيد اي لجنه تحقيق. شكرا من اللي مقصود من هاي الرساله. ف القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع يريد يشكل لجنة تحقيق ما يريد يشكل لجنة تحقيق، المعسكر كله من القائد مات إلى جوه كلهم لازم يتحاسبون، اللي صور واللي نشر واللي حاط واللي ضرب واللي خاف واللي أهان رتبة واللي ما احترم رتبته، الطرفين الطرفين بهذا الفيديو مصفوتين. بعيدا عن المؤسسة العسكرية للأحزاب ما شاء الله عملت ما عملتها خلال 20 سنة حتى توصل إلى هاي المواصيل، والقرار الأول لحكومة الاحتلال المدني اللي حكمها كان بريمر بالعراق وحل الجيش العراقي النظامي الجيش اللي كان إلى هيبة حتى نوصل لهاي المواصيل. نروح إلى الفوضى، تتنوع أشكال الفوضى الأمنية بالعراق بطريقة مو طبيعية. المشكلة أنه اللي يسمون أنفسهم سياسيين يطلعون وينظرون لاستتباب الأمن هنا وأنه الأمور بخير هنا وأنه العراقيين عايشين كأنما أنه إحنا عايشين في سويسرا أو بأفضل الدول بالعالم. أما النزاع المسلح بداخل العراق صار مخيف خصوصاً بين الميليشيات، ما جاي تنتهي هاي النزاعات والضحية هو المواطن بكل تأكيد. تخيل عزيزي المشاهد انه تم تبادل اطلاق النار بين الميليشيات المتنفذه، هاي نعرفها صارت عاده بيناتهم، بس وين تبادل اطلاق النار؟ بداخل المستشفى التركي بالناصريه بوسط غياب اي مظاهر للامن. تعالوا نشوف.
تفت العصائب المستشفيه. هذا النزاع المسلح اللي شفتوه حوالين المستشفى التركي بمدينة الناصرية بمحافظة ذيقار راح نبقى به، لأنه ارتفعت حدة الاشتباكات بيناتهم وطولت إلى ساعات متأخرة من الليل، وتم رصد احتراق سيارة دفع رباعي بسبب تصاعد حدة المواجهات بين الميليشيات قرب المستشفى التركي بالناصرية بمشهد راح يعكس لكم حجم الفوضى الأمنية اللي موجودة بالبلاد نتيجة تقاعس الجهات الأمنية عن أداء واجبها الحقيقي. تعالوا نشوف. ولد محمد صدر نعواكم والله نعواكم سياراتكم سياراتكم والله هذا اللي دا يصير بالعراق. هاي ملفين حتى تشوفون الوضع بالبلد شلون دا يقودوه اللي يسمون نفسهم سياسيين بهذا البلد. اول تعليق على هذا الموضوع ويانا من نبيل الزرقاني يقول صدق كذب معقوله وين القوات الامنيه بالموضوع؟ وعلي ابو احمد يقول هذا هو حال البلد الذي تحكمه الميليشيات. وفائز الدوحي يقول فوضى السلاح المنفلت ماكو حل لها. واحمد ابو جنات كل شيء يصير بحكومات الاحزاب ومن نصبتهم. اللي دا يصير اليوم بالعراق مو طبيعي. حيدر من واسط شنو رايك بالموضوع؟ حياك الله يا حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك وتحيه الكادر معكم المحترم. حياك الله اخوي. والله يا اخي يا سنه تلقاه من هذا الثلاث الامن اللي بالناصريه، تلقاه من هذا اللي دول السنين ضباط اللي راح ترموا لا رتبه ولا ترموا اللي كان المكان اللي هم بيه. نعم. يعني ما تلقاها بس البستهم، يعني ما تلقاها من شنو تلقاها؟ نعم. عليها من السولف وعليها من تحكي وعليها من تعتب. نعم. يعني انت على هذا الضابط اللي مساء طلعتوه ماكو احترام للمكان اللي انت بيه، انت نفسك انت المقدم ماكو احترام للرتبه مالتك؟ احترم الرتبه مالتك؟ نعم. انت هذا الضابط الثاني، احنا ناس عسكريين وانت مسؤوليات عسكريه، انت العقيد تبكي شنو تبكي؟ شنو انت جندي انت توك لابس توك مجند انت شنو انت رتب على 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 كتفك وتبكي شفت انت بس هذول لا شايفين حروب لا شايفين ضيم عسكريه لا متدربين مضبوط هذول على توقع فيهم دمج مو واحد دمج مثل ما مساء ذكرت انه هذا العقيد دم المقدم العفو دمج لا فيهم دمج ذولا نعم فيهم دمج ذولا ذولا اصلا مو ضباط تعرف اخ حيدر الموقف اللي صار بهذا مال الضباط ذولا الاثنين اكو واحد ثالث بالكادر ايش قال له؟ قال له هسه يشتكي، قال له خليه يشتكي، وين يريد يشتكي؟ قال له اي اشتكي عليكم، قال له وين تريد؟ قال له يم القائد، قال له انا اوديك. ذكروني كانما طلاب روضه، طلاب مدرسه ابتدائيه، واحد ضارب لواحد ويريد يشتكي يم المدير. وين احنا؟ باي مؤسسه هذه؟ بيا دوله صايره؟ ما اعرف، ما اعرف بيا دوله هذه. ما ادري وين صايره، هذه كلها صايره بس بالعراق، يعني انا يوم اشوف اثنين ضباط متعاركين والرتبه الصغيره تضرب الرتبه الكبيره وهذا يقوم يبكي حاله من حال الاطفال وما اعرف يعني وهذا اللي جاي يصور بيهم ثاني انت شنو تصور بيهم؟ انت شنو تصور بيهم؟ ما اعرف هذا يمكن هم مثلهم ما هذا اسوء منهم يعني هني اقول لك؟ نعم اسوء منهم هذا اللي جاي يصور بيهم شال موبايل يصور الى ليه وصلنا احنا لاي درجه وصلنا احنا الجيش العراقي الجيش اللي كان اقوى جيش بالعالم ثالث جيش يمكن على ما اظن بالعالم اللي رابع كان جيش وصل فيه اللي كان اقوى حالاته وصل كرابع إيه. جيش بالعالم نعم اللي كانت عندنا ضباط مو شلون ما كان
ما اعرف هسه شلون اجتنا هاي الشكولات، نيجت هاي الرتب اللي ما اعرف نيجتنا. مش عندهم رتبه ذولا، شلون اخذوا هاي الرتبه؟ كانت تجينا من خارج تدرب عندنا هنا بالكليه عسكري صاروا ضباط. من جت هاي الرتب ما اعرف، من طاها لهم؟ من طاها لهم؟ يتحاسب المفروض اللي خرجه، يتحاسب اللي خرجه وطاها رتبه خلاها على كتفه. ما هذا ما يتحاسب، يتحاسب اللي طاها الرتبه. نعم. انا اشكركم. شكرا 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 لك اخ حيدر. احد الناشطين رصد لنا الحال المتردي والمزري اللي دا يصير اليوم لواجهة المستشفى الألماني بمحافظة النجف. الواجهة مع المستشفى، مستشفى واحد يتخيلها أنه نظيفة ومرتبة والعالم من الطب إلى مستشفى نظيفة خالية من الفيروسات والميكروبات، لا هذا العكس تماما. الواقع هو تكدس النفايات والأزبال والأوساخ والأتربة والقصب على محيط المستشفى. وتساءل الناشط والمواطن شنو دور الأجهزة الرقابية بالمحافظة بمتابعة عمل الدوائر المعنية برفع هاي النفايات، وانتقد بالوقت نفسه إدارة المستشفى اللي ما مهتمة بهذا الأمر ومخاطبة الدوائر المعنية من أجل تحسين واجهة المستشفى، وأكد أنه هاي المساحات يجب أن تستغل كمساحات خضراء. خلونا نشوف الحال. الحائط الخاص بالمستشفى الألماني في مدينة النجف الأشرف تراكم للنفايات والأشجار والقصب مثل ما شاهدونه. يعني معقولة مدير عام الصحة أو مدير مستشفى الألماني معقولة ما يشوف هذا المنظر يومي الصبح؟ ليش؟ مستشفى تعليمي خسرت عليه الدولة ملايين الدنانير والدولارات حتى يتم إنجاز هذا المستشفى وهذا الصرح الكبير العملاق في مدينة النجف الأشرف. ايش هذا الاهمال اخوان؟ يعني احنا مو كل شيء نصوره وننزله يلا يصير هناك استجابات. وين دور الرقابه؟ وين دور اللجان المتابعه؟ وين دور المدراء المشرفين على هذه الدوائر المهمه في محافظه النجف الاشرف؟ اتمنى هذا الفيديو يوصل للاخ الدكتور الغزالي عبد الله الغزالي والاخ مدير مستشفى الالماني. طلع لك اثنين عمال يرفعون هذا القصه ويزرعوا من هذه الأشجار الحلوة وتتنظف هاي الأماكن أيضا. يتم رفع هذا البلاستيك والنايلون من أمام مستشفى الألماني. أنا أتمنى وزارة الصحة وموظفيها وخصوصا المفتشية اللي موجودة بالوزارة تطلع تشوف دول الجوار، تأخذ لها فرع على المستشفيات مال دول الجوار، تشوف الوضع بمستشفيات الدول الجوار شلونه، بلكت شوية يغارون ويحسنون. تذكرون المستشفى التركي اللي قبل شوية طلعناه اليوم أكو في مواجهة؟ ضيقة أحد الناشطين راح يشوفكم المشهد المتردي للمستشفى خصوصا أمام البوابة مع المستشفى، همينا نفايات وأزبال وأنقاض، وطالب الجهات المعنية يا بتعالوا رفعوها، اهتموا بهاي المستشفى، اهتموا بمظاهر المستشفيات، لأنه هاي الأشياء تراكمها راح يحول المستشفى إلى بؤرة للمرض. تعالوا نشوف باب مستشفى التركي. وحسب ما سمعت بينك مقاول هنا اشتغل وعاف الانقاض وعاف الجراج مال السيارات ومحفرينه بالكيلات مثل ما سمعت، وخلوا الامور ما ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي الناس. فانا اليوم اريد اناشد المقاول اولا وقائم مقام الناصريه وايضا محافظ ذي قار ومدير البلديه ومدير مستشفى التركي ان يعملون على نظافه باب المستشفى، لأن باب المستشفى تدخل من يمه كل أبناء ذي قار اللي عندهم مرضى وأيضا المحافظات القريبة. يعني بشرفكم ناس من تجينا خطار من غير محافظات أو من غير أقضية ونواحي تجي تباوع لهذه الأنقاض ولهذه الزبل بباب المستشفى جلكم الله. فاليوم نتمنى من الشرفاء أن يكونون يد واحدة من أجل خدمة ذي قار وخدمة الناصرية ومن أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، حتى المريض يرتاح من يدخل ويشوف أمامه نظافة. وأيضا نطالب بتنظيف جراج السيارات اللي بالباب، وكافي بعد أنقاض وزبل باب مستشفى التركي. رجال هو مستشفى واحد، مليونين نسمة، مليونين وثمانمية لو مليونين وستمية على مستشفى واحد وما نقدر ننظفه. هذا إن شاء الله الكلام أتمنى يوصل، وإن شاء الله هذه الأنقاض تترتب وتصير بها ورد
حتى المريض من يطلع أو يدخل المستشفى يباوع الورد ما يباوع للخاف. أنا أعتذر منكم مشاهدين، أنا شوية دورات ما أسمع زين. هو قال اشتغل بها مقاول لو مقاوم، خلي حددها زين، ما سمعتها هاي النقطة. رقم اثنين، هو يقول إذا أجانا خطار من غير محافظة وشاف هذا الوضع شو يقول على محافظة ذيقار؟ قبل شوية طلعنا لك مستشفى بالنجف نفس الحال. لا تتوقع اللي يجيك من المحافظات الثانية راح يشوف غير هذا الحال. بس الطامة الكبرى إذا أجوك زوار من غير بلد، إذا أجوك من دول الخليج، من دول الجوار، إذا أجوك سياح، إذا أجوك خبراء، إذا أجوك أجانب، إذا أجوك مستثمرين، ذولا من يشوفون إيش راح يقولون. أما ولد البلد شايفيه بكل مكان، ببغداد نفس الشيء وخارج بغداد نفس الشيء ويمكن بذيقار نفس الشيء. مهدي سعد يقول لعد وين تروح ميزانية وزارة الصحة؟ لازم نسأل أبو الإصلاح. عماد هاشم، إلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل مسؤول مقصر في عمله. وعلي الجابر يقول بس بلاسم أكو مستشفيات بالعراق، بس بالاسم أكو مستشفيات بالعراق. أحمد يقول وزير الصحة ووزير البيئة، ليش هالإهمال؟ احنا عندنا وزير مال بيئة، بس صدق أرد أسأل هذا السؤال، لأنه آخر شيء دا أتوقع أنه بالعراق يفكرون به هو البيئة. لأنه احنا المفروض عندنا وزير الهدم، وزير عدم الإعمار، وزير الأمراض، وزير انتشار النفايات، بس مال وزير بيئة بقت يمكم أنتوا قلوا لي أكل أو ماكو. رسول من بغداد حياك الله. رسول، رسول تسمعني؟ ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، شلونك أستاذ؟ هلا بيك يا الغالي. الله يسلمك. يسلم عمرك. أشكرك. قل حبيب. نعم. الأخ حيدر من واسط. أي. يحكي عن الضباط. زين. مثلاً بيقول الضباط إنهم دخلهم بالجيش السابق. يعني ما عرفنا جيش سابق لو ذو ضباط من الأفضل. لا هو ما هو ده يسأل، ده يقول ذوله. يعني ده يقول الفيديو اللي طلعناه، فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اكو واحد من المؤسسة العسكرية صوره، واحد برتبة مقدم ضرب واحد برتبة عقيد براجدي، هو ده يعلق على ذوله. هو وين راح انه راح على الجيش السابق؟ الجيش السابق شنو انجازاته مثلا؟ هسه ذولا والله نقول مقدم تجاوز على عقيد. اذا الجيش السابق من تجاوز على الكويت، شنو كان ذنب الكويت؟ انت قلت كلمه الجيش السابق شنو انجازاته؟ شنو ذنب الكويت يعني؟ بس لحظه رسول، اسمعني ابو زينب من النجف. رسول انت اسمعني، انت اسمعني حبيبي، انت عراقي لو لا؟ طبعا عراقي ببغداد. انت ببغداد؟ طيب تقول لي شنو انجازات الجيش العراقي؟ اي شنو انجازه؟ هاي مو انا اقول لك عليها ولا انت. شنو التاريخ؟ افتح الانترنت وشوف الانترنت شو يقول لك انجازات الجيش العراقي. الجيش العراقي عنده مقبره بجنين، اسمعني اخويا، عنده مقبره بجنين وعنده مقبره للشهداء بالاردن بالمفرق، ومشارك بحرب مصر، واكو كتب اشادت بالجيش العراقي وطائرات واسراء بالهوكر هنتر العراقيه ابان الحرب العدوان الثلاثي على مصر، وشارك ايضا في سوريا، وهنالك الكثير من الأقوال من ضباط الجيش العراقي يقولون لولا وقف إطلاق النار اللي وقعها حافظ الأسد مع الكيان الصهيوني المحتل لكان حررت فلسطين ودخول على الكويت. زين، ثمان سنوات يدافع عن أرضك. زين، ضد عدوان. طلع أول خسران. نعم، طلع أول خسران حرب إيران. حربنا والكويت، شنو إنجازه الكويت؟ طلع هو الخسران. لحظه طلع هو الخسران. طيب اتمنى تروح تقرا التقارير الرسميه اللي موجوده على الانترنت اللي تبين لك انه الحرب العراقيه الايرانيه سنه 80 كان تقييم الجيش العراقي الرابع على العالم، او عفوا كان تقييم الجيش العراقي الخامس على اسمعني الكلام. بس اسمعني خل اجاوبك. انت قلت هو الخسران، خل اجاوبك على هاي. تقييم الجيش العراقي كان الخامس على العالم، والجيش الإيراني كان السادس على العالم. كان المفروض من الحرب العراقية الإيرانية بعد 8 سنوات هي انهيار قبل إيران. نعم، قبل الحرب الإيرانية، قبل كان جيش نخوض جيش، بس من 77 وجاي لا انتهى.
بس اعطيني اكمل لك، مو انا دا احكي لك، هاي تقارير رسميه امميه. الجولان صحيح، هاي الاردن ومصر صحيح، هاي تقارير رسميه. اخويا رسول 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 اسمعني، لان ما راح اسمح لك تنتقص من قيمه الجيش العراقي البطل. ما راح اسمح لك، ما راح اسمح لك نهائيا تنتقص من هاي المؤسسه. ما جاوبت على الكويت، ليش ما ادري، وما راح اجاوبك على الكويت. جاوب ما ايه ماكو ما راح اجاوبك على الكويت، لان الكويت كلها 15 يوم خطا استراتيجي سياسي ما اعرف شنو، ما راح اجاوبك عليها. انت قلت لي شنو انجازات الجيش، انا راح احدد وياك هاي لما تنتقص لي انجاز. تمام، كل انجاز ما عندي. والله دخول على الكويت مثل دخول اسرائيل على غزه. وايران من تدخل لك عادي؟ ما دخلت ايران، ما احتلت الفاو بالثمانينات. اي جيش بجيش ما دخلت، لا ما احتلت، ما احتلت الفاو بالثمانينات وما طلعت دمرتها للفاو بالثمانينات. عزيزي انت ليش هذا دخول على المدنيين هجرهم؟ طيب الدخول طيب رسول 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 مو موضوعنا هذا، انت شمرتني على الجيش السابق، بس راح اجاوبك. مو موضوعنا، ليش مو موضوعنا حبيبي حبيبي، مو موضوعنا، موضوعنا ضباط اثنين بالجيش الحالي. اخي ذول لا تقيسهم قياس هذا، يعني شنو من يقولهم ضباط؟ جزء هو هذا المصور جزء من دس وياهم كلاوات، هاي كلاوات، اي كلاوات. زين ملابسين رتب، من يقول بالجيش ملابسين رتب؟ زين اذا هاي كلاوات ليش وزير الدفاع موجوده بابشجي؟ بس اخويا بر خصك، اوقف على كيفك. اذا كلاوات ليش وزير الدفاع ذبهم بالتوقيف؟ ها ليش وزير الدفاع ذبهم بالتوقيف؟ هيك هي مصطنعه هاي كلها. ليش وزير الدفاع سوى لجنه تحقيقيه اذا هاي كلاوات؟ على وجه الاعلام مدفوع الثمن، يعني هم يطلعون يهينون المؤسسه العسكريه عادي، بس هي كلاوات. اي هي معوده سته، ما جاوبتنا على الكويت تجينا على الضباط، من يقول ذو الضباط؟ شكرا شكرا جزيلا لك اخ رسول. حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني عاجزة كل العجز من دون أي حل وأي استراتيجية معلنة، على الرغم من التحذيرات المستمرة من كل اللي معنيين بهذا الأمر وكل الخبراء من خطر الجفاف والتغير المناخي على العراق. العراق يصنف من بين الدول الخمس الأكثر تضرر من التغير المناخي، لكن الحكومة الحالية والقبلها والقبلها مستمرة بتهميش هذا الملف بافتقارها إلى معالجات تقلل من ضرر الجفاف على المجتمع العراقي، ومن ضمنها تفعيل المعاهدات الدولية مع الدول، تفعيل معاهدات الدول المتشاطئة مع دول الجوار ودول المنبع. اعتراف وزير الموارد المائية الحالي عون ذياب بخطورة ملف الجفاف وتأثيره المباشر على شح المياه بالبلاد بالعراق، خلي بالله ويشرب مية لأنه ما يقل خطر عن تنظيم داعش، لأنه ما أفصح عن خطط حكومية لمواجهة هذا الخطر البيئي، بس قال لنا أكو خطر. هذا كله يجي ويا تأكيد تقارير دولية على ضعف الجهود الحكومية بالتعامل ويا أزمة الجفاف والتغير المناخي وانشغال السياسيين والأحزاب الحاكمة بالعراق بالصراع على المغانم والحصص من خزينة العراق وإنتاجه النفطي. وأظهرت تقارير بيئية واقتصادية اعتماد الساسة بالعراق على الحلول الدولية وغياب الاهتمام بالسياسات البيئية المحلية اللي من شأنها إحداث تحول بسلوك العراقيين اتجاه البيئة وقضاياها. عندنا شكوى من أحد سكان مناطق الأهوار بالبصرة من الإهمال الحكومي لأزمة الجفاف وفشلها بإيجاد حلول لهاي الأزمة المتفاقمة اللي أجبرت الكثير والكثير من سكان هاي المناطق أن ينزحون بسبب تضرر الثروة السمكية والحيوانية اللي هم يعتمدون عليها بشكل أساس بمعيشتهم، وأيضا بسبب التغيرات المناخية. خلونا نشوف. صعبة جدا لولا ما نتخذ قرار جديد ونحمي الأهوار بالسد الجديدة اللي سولفنا بها مسبقا ويسار ندير قيام مقام قضاء الأرض هو رئيس لجنة إدارة المحميات. إلى ما نضع سد إلى الأهوار وحل الأمكن بأسرع وقت، وإلى سيد المحافظ وإلى رئيس الوزراء وإلى نقول الموارد المائية لازم ننتبه إلى المساحات الواسعة بالآلاف الدوانم والهكتارات. وأرقى اليوم أصبحت الأرض وأرض صارت جرداء وليس أهوار. ناشد من يعني ناشد من نقول ما احنا هالسكين.
أما أحد سكان الأهوار في قضاء تشبايش بمحافظة ذي قار يتحدث عن معاناتهم جراء شح المياه بالأهوار بسبب الجفاف، وطالب الجهات الحكومية أن تتخذ إجراءات عاجلة حتى تحافظ على هذه البيئة التراثية المهددة بالخروج من لائحة التراث العالمي. تشبايش وبين العمارة، والله العظيم من كان الماي 18 19 والعشرين اطلع كراوي من انا ويا ولد مصور اسمه ابو الحسن علي المسافري ويا جاسم محمد دويتش الاسدي ويا مصورين هاي يطلبون منا للعمارة، فاطلع منا للعمارة قريب ما قريب يعني 3 ساعات الطريق. الان هسه ما اوصل الا لشان قبة اوقف، ما عندي بعد من هناك قاع. ثانيا انقضت شمتنا وراح بواسطة الجفاف هذا المهيل اللي مر علينا هاي السنة، ما مرت من كل السنين يعني من السقوط اللي جاي ما مرت علينا سنة مثل هالسنة. هسه احنا بس النهران جاينا الصيف، الصيفي شلون نقول بالصيف؟ يعني بالصيف هذا الماء من يحتر يخرب، السمكه تطق تموت، الجاموسه تريد ماء، البشر يريد ماء، الطير يريد ماء، الهور يريد ماء، فكل ذني التبخر ياخذ ايضا، فيصير عندنا نقص هواي هواي ونعاني من هذا الشغله ونقول بلكي حلول. حتى لو يجينا هسه رئيس وزراء، لو يجينا نائب الوزير، لازم يجينا المحافظ، نائب المحافظ، معاناه يا معاناه، نشوف هسه نشوف وين كان وشوف قبل وين كان الخير وين وهسه وين. هسه شوف القصب كله لابس ما بي اي خبر، هاي حوالي 10 امتار والله العظيم ما بقى الا بس هذا النهر، بس هذا النهر طبعا، بس هذا النهر بالهوار، بس هذا النهر نروح به ونرجع، لا نصيد سمك ولا نصيد طير ولا نصيد طبعا. هذا كلام ابو حيدر اقدم من سكان الهوار حاليا موجود صاحب شحتورة. نعم انا مواد 1965 من 65 ولا حد الان بالاهوار، ما شلت الا بال 93 ورجعت بالسقوط كله بالاهوار، انا ابو جدي كل احنا بالاهوار، عيشتنا على الله وعلى الهور. وهسه طبعا السياحة 2016 تمت إضافة الهوار إلى لائحة اليونسكو العالمي، عيد عدنا وكنا أمل أن تكون محمية طبيعية هاي، وكون هناك اعتناء من قبل الحكومة واعتناء دولي. بس الحقيقة من 2016 أول إلى اليوم هذا الهوار تعاني من الجفاف وهجرة أبناء سكان هجروا من عدن. ناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك رواء فهد تقول إيران غير سادة المي عليهم وحكومتنا عادي ساكتة خاف تزعل الجارة. محمد حسين عبد عون، عمدة الحكومات المتعاقبة على تخريب هذه المسطحات المائية بسياساتها الهوجاء تارة واللامبالية تارة أخرى. وأبو سارة جابر الشامي يقول هناك لا أبالية في موضوع المياه، والعديد من المختصين يؤكدون أن المشكلة ستبقى قائمة ولربما ستتفاقم. حسن المالكي، لا يوجد مسؤول واحد من بين كل الحكومات المتعاقبة تذكر هذه البيئة وأهلها المساكين. كان هذا تعليق الناس على قضية الجفاف. وعدنا سيف من أربيل، حياك الله يا سيف. سيف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا حبيبي؟ هلا بيك يا الغالي. انت تقول شو اسمه يعني الجيش السابق يعني كان زين، يعني جيش صدام يعني كان زين، يعني عفوا يا اخي يا حبيب قلبي، انا ما دا احكي الجيش السابق ولا جبت طاري الجيش السابق، انا رجل انتقص من الجيش، الجيش لا يقاس باسم. الجيش العراق، اسالك سؤال اخوي العزيز، الجيش العراق ايش وقت تاسس؟ 21 تقدر تقيسه بشخص، تقدر تقيسه بشخص اجى بال80 60 سنة قبله تنساهن حرب الثمانية واربعين تنساهن. أنا هذا اللي حكيته أخويا، أنا حكيت انتقص من ضرب شعبه بسرعة كيمياوي، يا هو جيش يلا أعطيني جواب على السؤال شنو؟ أعطيني جيش ضرب شعبه سرعة كيمياوي يا جيش. أثبتت تقارير دونالد رامسفيلد والأمم المتحدة بعد احتلال العراق عام 2003 أنه الجيش السابق لم يقصف حلبجة بالكيمياوي، وكانت هذه المواد موجودة عند إيران وما يمتلكها العراق. روح اقرأ التقارير. طيب أشكرك لك سيف، ما أريد نحكي بهذا الموضوع لأن الموضوع مو بالحلقة، ما أريد أحكي به.
سلط قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين حال القطاع الصحي المزري بالتزامن ويا الذكرى الثامنة لإلغاء مجانية الصحة بوسط حالة مزرية لمستشفيات العراق ودهشة عند المرضى وخاصة فقراء لعدم امتلاكهم إمكانيات مادية لمراجعة عيادات خارجية ما يتسبب بمخاطر صحية للعراقيين واستياء للمواطن. خلونا نشوف هذا الانفوغرافيك. شكراً لقسم التواصل الاجتماعي. تتواصل الحملات الشعبية على منصات التواصل الاجتماعي أن تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية للتعبير عن الغضب الشعبي نتيجة الانتهاكات المتكررة على الأراضي العراقية، وهي حملة تخليها تخيس تفاعل مدونين على وسم اشتري عراقي حتى يدعمون المنتج الوطني على الرغم من محدودية لهذا المنتج نسبة يا أما مصانع العراق متعطلة يا أما غياب الدعم الحكومي أو عدم الاهتمام بكلمة صنع في العراق. على منصة اكس نوفل الحمداني لابد أن يتقدم المنتج الوطني على أي منتج آخر، ومنه تدعم الصناعات الصغيرة ومنها والكبيرة وأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية والشباب الذين اكتووا بالإهمال الحكومي منه والأحزاب التي تسلطت عليه. اشتري عراقي وافتخر بصناعتك، خليها تخيس وتضرب الأسواق الموازية الذي يسرق العملة الصعبة. وسهير الجميلي حملة اشتري عراقي ردا على القصف الإرهابي الإيراني، لا تدفع ثمن الصاروخ الذي يسقط على أخيك. أحمد علواني اشتري عراقي، الطعم الراقي أصل عراقي، ادعم بلدك واشتري منتجات بلدك. والمحامية رند الفواز تقول هم أطيب هواية وهم تدعم أبناء بلدك وتكون سبب مصدر رزق الآلاف الأشخاص. هاشتاج اشتري عراقي، هاي التغريدة وغيرها كانت على وسم هاشتاج اشتري عراقي. بالبداية طلعنا مقطع لضباط اثنين ينتسبون إلى مؤسسة عسكرية، هاي المؤسسة تهم الجيش العراقي. هذا المقطع من المفترض أنه يحزن القلب، لكن مع الأسف تحول النقاش عن هذا المقطع كأنما دندافع عن الجيش السابق أو جيش النظام السابق، عفوا جيش النظام السابق. لما ذكر أحد المتصلين شنو اللي سواه الجيش السابق وشنو بطولاته وشنو اللي قدم، أنا ما دافعت عن جيش عمره 20 سنة، أنا دافعت عن كل الجيش اللي عمره 103 سنة، ومن ضمن هذا الجيش اللي موجود حاليا بالعراق واللي هو أبعد ما يكون عن جيش لما نشوف هكذا تصرفات. فلما حكيت عن حرب فلسطين ومقبرة الجيش العراقي ومقبرة شهداء الجيش العراقي في جنين اللي لحد الآن نتغنى بيها، هاي بال48، لما حكيت عن مقبرة شهداء الجيش العراقي اللي موجودة بالمملكة الأردنية الهاشمية بمنطقة المفرق لأني بالستينات والسبعينات، لما حكيت عن أسراب الهوكر هنتر هاي في سبعينيات القرن الماضي، لما حكينا عن مشاركة العراق في اليمن هاي في ستينيات القرن الماضي، أكو هواية من الأمور اللي حكيت عنها. هاي البطولات اللي احنا نتغنى بيها، لما نشوف هذه الأفعال شنو راح يكون رد فعلنا أمام هاي المؤسسة وإهانة هاي المؤسسة. والطفل باكر عقبه من يكبر شنو راح نقول له؟
كان عندنا جيش وكان عندنا بلد وكانت عندنا كهرباء وكانت عندنا مي وكان عندنا نهرين وكانت عندنا اهوار وكانت عندنا زراعه وكان عندنا نخل وكان العراق متربع على عرش تصدير التمور بالعالم وكان العراق عنده صناعه وكانت عندنا معامل مال تصنيع من ضمنها معامل تصنيع كربلاء وكانت عندنا معامل مال ادويه مثل معمل سامراء وكانت عندنا معامل نسوي تايرات مثل معمل الديوانيه وجهالنا يباعون علينا وفاكين حلوقهم ويقول كانت عندكم ليش وين وديتوهن ليش ما حافظتوا عليهن ليش دول العالم تتقدم وتسوي صناعات وتنتج حتى تدعم كلمة صنعة بالعراق وإحنا نحكي كان وكان. هذا كل ما موجود بحلقة صوتكم لهذا المساء. ألتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله بمواضيع جديدة. انتظروني في أمان الله.